يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا زوزو، شوفي يا وسيله جبت لك مين. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. وحشتني يا وسيله، وحشتني قوي. قلت اجي اتملى كده واشوف جمالك لف يا بنت. الله اكبر الله اكبر، ايه الحلاوه دي؟ اي يا اخويا، اصل العشاء ما تقولش غير على الواد الحرام. اه والله والله فيك الخير يا مرات خير. تصدقي ولا حد فيهم بيسال عليا؟ كلهم ولادات الاصل. بس اسكتي اسكتي يا وسيله، ده انا سد عليهم الحنفيه، لا باكلهم ولا بشربهم وطلعه عينه. بس معلش برضه يا وسيله، اقول لك الحق يعني، سحبت صيف يا اختي وتعدي. بكره هيعرفوا غلطهم ان شاء الله. اه يا استاذ ماله، يعرفوا غلطهم طبعا. استاذ فايق غالب، المستشار القانوني للمجموعه يا سوسو. اه امال ايه، عارفاه يا حبيبتي، عارفاه يا وسيله. اه امال يا سوسو، ايه الشنطه اللي في ايدك دي؟ اه دي عده الشغل. شغل؟ شغل ايه يا سوسو؟ يا اختي ما هو بعد ما خالك ما مات حبيت اشتغل واطلع حسنتي، بعد ما عرفت كمان انه متجوز ومخلف عيل لها في الورث. الله يرحمه طلع نمس. قول الله احرقه. لا مؤاخذه يا اختي، معلش، غصب عني، ما هو من غلبي. ما قلتليش بقى برضه يا سوسو، الشنطه دي فيها ايه؟ الشنطه دي فيها حبه شرابات، على حبه لبس اطفال، على حبه فوط. بس ايه، يستاهلوا عينك انك تشوفهم. انت عارف الشراب الواحد تلبسه لمده اسبوع وتغسل فيه ما يرهرطش ابدا. لا لا يا سوسو، وريني 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 كده. يلا يا سوسو يلا وريني. خد يا اخويا خد، ربنا يا رب يفتحها في وشك يا رب ويرزقك كمان وكمان. ايه رايك في ده؟ ايه ده؟ لا ده مش قصدك، بس استنى استنى اهو اهو. ايه رايك؟ بقول لك ايه يا وسيله؟ ايه؟ هي دي مرات خالك فعلا؟ وعايز اقول لك بنت عم ساميه كمان. دي اللي بندور عليها. انت مجنون؟ بقول لك بنت عم ساميه. دي أنسب واحدة، وسامية هتفكر كتير قبل ما تأذيها عشان القرابة اللي بينهم. جسي نفر شكلها جاية تشمشم وشبعانة، لو عرضت عليها مش هترفض. تفتكر؟ مش هترفض، أنا نظرتي ما تخيبش أبدا. هنشوف. حاضر، أنا هسيبكم مع بعض. استأذن يا جماعة، هاتوا كل دول. بص يا سعيد، يا سعاد هلك. أنا أسعد يا أخويا، مش عايز تبص بصة كده على الشربات؟ شكرا يا راجل، ما بشتريش. بص اشتري كل دول، إيه رأيك؟ ليه ليه كل دول ليه؟ لا مش عايز دول، هما 10 كفاية. لا مش ال 10، خد ال 12 وخد عليهم الفوة دي، ده أنا بجمع لبنت يتيمة. أبوس إيدك يا رب. أنت هتشحتي يا سوسو ولا إيه؟ يا أختي اسكتي، الحجة وحشة يا وسيلة، الحجة وحشة يا بنت. لا أوعي تقولي كده، انت بالذات حبيبتي وانت عارفه كده كويس، اوعي تقولي كده وانا موجود. ربنا يخليك لي. امال انا جيت لك ليه؟ علشان اللي انا فيه، وتنقذيني من الضياع اللي انا بقيت فيه. اموريني حبيبتي وانا عينيا ليك. بس عاجبك كده اللي بتعمله فيا ساميه ده؟ ساميه كلكم وساميه لوحدها، دي كوم تاني خالص. لا يا حبيبتي طبعا مش عاجبني ابدا. ده حقي ولازم احافظ عليه. اه يا حبيبتي حقك ولازم تحافظي عليه. امال ايه؟ اه عشان كده بقى يا سوسو انا محتاجاكي تساعديني احافظ على حقي، ولو حصل ليك عندي مليون جنيه. مليون جنيه؟ انت بتقولي ايه يا وسيله؟ مليون سوسو اديني كام؟ مليون جنيه عشان تعرفي غلاوتك عندي انت وسوها، وانا برضه اسيبكم تتلطموا من بعد خالي ابراهيم؟ لا انا مش قادره اصدق. انت ممكن تكوني وسيله يا بنتي؟ انت طول عمرك بجد اصيله؟ يعني هتساعديني يا سوسو؟ يا نهار اسود، اساعدك اساعدك بس بنتي لو طلبتي عينيا، لو طلبتي البنت سوها هجيبها لك مفروض فرقه جرايد كده لحد على الكبيره لحد المكتب. ايه رايك؟ لا 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 مش للدرجاتي. بص يا سوسو، كل الحكايه ان ساميه رافضه تستلم نصيبها في تركه بابا اسد الله يرحمه، وده معطل لي حاجات كتير قوي في اداره المصنع، ومخلي الشركه الاجنبيه دي تتحكم فيا. فانا كل اللي عايزاه منك انك تروحي بدلها على انك هي وتستلمي نصيبها وتبيعيهولي. تمام؟ اه لا بس ده يعني تزوير وما يصحش يعني. وهو يصح يعني انها تبقى عارفه ان ده حقي وتقف لي فيه؟ صح يا اختي، ما يصحش ابدا انها تبقى عارفه ان ده حقك وتقف لك فيه. اه طبعا ساميه دي طول عمرها كده فقريه ومفتريه. اه يعني موافقه؟ طبعا ازاي يعني ما وافقش؟ دي اصيله قصد خير، عمرك شفت اسم بالجمال ده حتى يا اخي؟ بس بص يا وسيله، انا خايفه من حاجه يا اختي، ده محتاج يعني بطاقه وتغيير صور وحاجات كده، وبعدين لو اتقفشنا بقى نعمل ايه ساعتها؟ سين وجيم ونروح في 60 دقيقه؟ ايه ده ايه ده ايه ده، جمدي قلبك، مش هنوصل للحاجات دي خالص طبعا. وشويه الحاجات اللي قلتي عليها دي انا هخلصها واكلمك على التنفيذ.
هي قلتي ايه؟ طب هتقبضوني امتى؟